ثواني دلوقتي نشوف ازاي نستخدم الكاميرا مع برنامج سكراتش. لو انت عايز تضيف الكاميرا هتيجي هنا وتقول له ضيف لي الفيديو. طيب خلينا دلوقتي مثلا نبدأ نضيف ايفنتس مثلا بداية التشغيل او نحدث سبيس. طيب هاجي هنا على الفيديو واقول له مثلا ان انا عايز التيرن فيديو اون، تمام، بدأ يشغل الفيديو. طيب انا عايز اتحكم في درجة الشفافية بتاعته، فاقول له هنا عايز درجة الشفافية مثلا 10 وابدأ ادوس كده. درجة الشفافية مثلا 90، يبدأ يجيب لي درجة الشفافية 90، تمام. طيب خليها 0 مثلا. طيب خلينا نقول له مثلا ان احنا عايزين الفيديو اون، لا خليها اوف، يقفل الكاميرا. طب خليها اون بس اقلبها لي، تمام. اهي بص دي اهيت، دي الايد الشمال. طيب خليها اون، هيبدا يعكس الكاميرا، ماشي. طيب ممكن اقول له بقى ان انا عايزك تديني درجه مش الدايركشن، الحركه، تمام. طيب اظهرها ازاي؟ لازم عشان اظهرها احطها في مثلا ان هو هيتكلم مثلا هيقول حاجه، تمام. نشيل الموضوع، خلاص الكاميرا بقت اون، بقول له مثلا سي. بص بيقول لي ايه 15. طب لو انا اتحركت جامد انا عايزه يفضل يقول كل شويه، فهقول له ايه ان انا عايز اعمل فور ايفر اهيت. بص المفروض بقى ايه، هيبدا يقول انا دلوقتي ما بتحركش. طب بس لو اتحركت يبدا يجيب لي ارقام درجه الحركه دي، يعني لو انا ثابت خالص هيبدا يجيب 1 0 كده انا بلعب يوجا. لو انا بدات اتحرك هتبدا الارقام تزيد، تمام، درجه الحركه، بحيث مثلا ايه ممكن اديله امر اقول له ايه لما تلاقي حركه ابدا سجل. يبقى انا مثلا سايب البيت لمده مثلا 3 ساعات، بس هو هيسجل بس الحاجات لما يحصل فيها حركه، فده مهم جدا. اهو بص اي حركه بيبدا يحسب بقى، نشوف درجه الحركه بتاعتها قد ايه.